مايا رعيدي. ألف مبروك إليك مايا رعيدي، ملكة شمال لبنان العام 2000. أكيد ما كنت متوقعة أبداً أنه ضلني ملكة جمال أبداً يعني، بس ما صار في الانتخابات سنة الماضية قلت أنه هلأ بعد شوي رح يأجلوا وأكيد حيعملوا، بس صار لنا عم نفكر هيك صار لنا بوقت طويل. تعودت على الفكرة ومثل ما قلت أكيد يعني يا ريت فيني أعطي اللقب لبنت جديدة.